السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع بدأ ينتشر الفترة دي بيقول ان هو تخصصه في تحسين الصور والفيديوهات، يعني ترفع له صورة او فيديو الجودة بتاعتهم قليلة وهو يحسنهم لك. ممكن تختار فوتو او فيديوز وهو يبدأ ان هو يحمل لك الصور اللي عندك ويبدأ ان هو يحسن فيها. طيب انا اخترت صورة قديمة ونشوف هو فعلا هيقدر يحسنها ولا مش هيقدر يحسنها. طيب هو بيقول لي ان انت باي كليكنج اون ذا دروب داون، بيقول لي ان انت تقدر من هنا تختار التعديلات. تمام، خلينا نقول له انت. او في تحسين للصورة هو فعلا واضح، وخصوصا في الوجه واحنا ما عملناش حاجة خالص. تمام، ممكن نقول له انا عايزين، وممكن هنا بيقول لي هتخلي الوش عامل ازاي. تمام، الباك جراوند انهانس، وخلينا نقول له ابلاي. دي الصورة في الاول بيفور ودي بعد ما تعدل. تمام، ودي بلاجين تقدر تسطبها جوه برنامج زي الريفت بحيث ان انت تلاقي الأداة دي موجودة عندك على طول، بس هتكلفك $7 في الأسبوع.